بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس اللي فات رسمنا فاميلي بالشكل دوت، تمام، من خلال الداينامو. طيب لو انا عايز ارسم حاجه زي كده من غير الداينامو، وفي نفس الوقت تكون النوع الكاتيجوري بتاعتها وول، الوول سيستم فاميلي، فصعب ان انت ترسمه. ممكن ترسمه عن طريق ان احنا نعمله ماس، كونسبشوال ماس، فاقول له نيو فاميلي، اختار الماس ديت واقول له اوبن، تمام. طيب لو انت عايز ترسم وول من غير سمك خالص، ممكن نرسم مثلا زي دايره بشكل دوت، وبعد كده هقول له كرييت فورم، تمام، اختار الشكل دوت. طيب عايز ابدا من النص هنا، ابدا اخلي فيه انحناء، فاعمل ايه؟ اجي هنا واقول له اد بروفايل، تمام، واحدد البروفايل بتاعي، تمام، وبعد كده من خلال البروفايل دوت اقدر اعمل له اغير فيه، يعني مثلا بدل ما هو مثلا 30 اقول له لا خليه لي مثلا 40 بحاجه بالشكل دوت، اقول له لا خليها لي بدل ما هي كده خليها لي مثلا، يعني خلاص تقدر تتحكم فيه، تصغره تكبره زي ما انت عايز، تمام. تقدر تعمل له موف، تقدر تعمل له روتيت، تقدر تغير فيه خلاص. ممكن تقول مثلا بدل الـ40 ديت نقدر نعمل لها مثلا روتيت او موف، لو انت عايز الحواد بالشكل دوت. طيب ممكن بعد كده تعلم على الشكل وتقول له ديفايد سيرفيس، قسم لي سيرفيس، وتدخل هنا من الخصائص تشوف كل سيرفيس فيهم هتبقى قد ايه. ولو انت عايز تحط باترن تقدر تختار شكل الباترن اللي انت عايزه، تمام، وتبدأ تغير في الشكل زي ما انت عايز.